منذ أيام تم الإعلان عن إطلاق مؤسسة بيت الدعم المختصة بمساعدة المغتربين قصرا عن أوطانهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. حول فكرة المؤسسة وأهدافها وأعمالها أيضا تحدثنا رانيا الخطيب المديرة التنفيذية لمؤسسة بيت الدعم. أستاذة رانيا أهلا بك معنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا للإضافة للاستضافة. أهلا بك. بداية حدثينا عن انطلاقة وفكرة أيضا هذه المؤسسة. بيت الدعم هي مؤسسة خيرية، الفكرة هي أنه نخدم ونساعد المهاجرين والمغتربين، لكن ما يميزها هي أول مؤسسة خيرية عربية لتهتم بالمهاجرين، فهذا حيكون باب، وممكن نقول انه في راحه للمهاجرين كمان العرب حتى يتوجهوا إلنا ونقوم بمساعدتهم. الفكره هي ان احنا نوفر او نعطي المجال ونساعد قد ما نقدر المغتربين انهم يحققوا منهم امالهم، مستقبل، الاستقرار، نساعدهم نفسيا يتاقلموا مع البيئه، يحلموا انهم يبنوا لعائلتهم مستقبل مثمر، وطبعا نكون معهم ما يشعروا بالوحدة وإنهم ما إلهم حدا. فهي فكرة بيت الدعم. بيت الدعم هي جسر للمغتربين حتى ما يكونوا لوحدهم، يعني اللي أخذ اللي أنا بعتقد كل المهاجرين المغتربين اللي اضطر ياخذ السفن ويطلع في البحار، هذا بدل إنه البحر بالنسبة لهم كان أأمن من الأرض. فبيت الدعم إجا حتى ما نخليهم وحدهم، نوفرهم الأمان، حياة عادية، استقرار، نساعدهم نفسيا، لأنه في كثير حالات للأسف المساعدة لما يوصلوا للبلاد اللي هم مهاجرين إلها مثلا بريطانيا ما يقدم لهم المساعدة كاملة، خاصة بيجوا من بيئة مختلفة جدا، إن كانوا من سوريا، إن كانوا من السعودية، إن كانوا من دول أجنبية، لكن خاصة العرب في حساسية لتوجههم المؤسسات تتعامل مع المهاجرين. وأعتقد بيت الدعم هي منصة مريحة جدا حتى المغتربين المهاجرين يتوجهوا إلنا من النصائح والتدريب والعون طبعا. هذا فيما يتعلق بالفكرة وكذلك بالأهداف، لكن ماذا عن أماكن الوصول أيضا؟ ما هي الدول التي تستهدفونها، أو إن كان هنالك مخيمات ربما بعينها أو جهات محددة تحاولون دائما الوصول إليها؟ بيت الدعم حاليا احنا بلشنا او بدانا من بريطانيا، ولكن لنا اصدقاء خارج بريطانيا، وطبعا الحالات تقدم او المساعده بتواصل معنا عن طريق الايميل او عن طريق الهاتف، موجود الايميل والتفاصيل على الموقع وحسب الامكانيه. يعني حاليا في كندا، اعطيك مثال، نتعامل مع بيوت تدعم الهوملس اللي هم ما عندهم بيوت في كندا، وبتوفر لهم الطعام. فبيت الدعم تواصل معهم ومن شراكة أو صداقة حتى نساعد المغتربين الموجودين في كندا، لأنه فعلا في حالات توصل لأنهم ما عندهم حتى وسيلة أو أماكن ياخذوا يعني يتوصلوا إليها حتى يأكلوا. بالنسبة لحالة ثانية طبعا، مثلا عندنا في أمريكا، وهي حالة طارئة جدا، وصلتنا لاجئة مغتربة في واشنطن بسبب شراكاتنا وصداقاتنا في أمريكا، وصلت الحالة لإلنا. الحالة طردت، فقدت كل شيء، وطبعا هي عربية سعودية، وخسرت كل شيء، بحاجة للدعم النفسي، ولازم إنه إحنا نرتب لها سكن وأكل ومصروف حتى نساعدها توقف على رجليها مرة ثانية، لأن هي إنسانة منتجة بالحياة، ما هي إنسانة ما عندها يعني ما عندها قدرات. لهم الظروف، الحياة وصلت لهي النتيجة، التجارب. فإحنا حاليا مع تواصل مع أصدقائنا في أمريكا، وتواصل مع الأخت، لأنه فعلا عاجل، يعني حينتهي المطاف في الشوارع، خاصة النساء. الشيلترز أو البيوت للهوملس اللي حتى في بريطانيا أو في أمريكا أو في كندا، هي بالغالب للأسف ما بتكون مهيئة يعني بشكل صحيح للنساء، خاصة العربيات، خاصة اللي بيجوا من
من بيئة محافظة. فبيت الدعم لازم، يعني احنا بحاجة للجميع، بحاجة نعم. مثل هذه الحالة، هاي حالة عاجلة جدا، وبحاجة من الجميع انه يتقدم لنا ونقدر نساعدها حتى ما تنتهي فيها انها تنام بالشارع. طيب أستاذة رانيا، طالما أنت تحدثتي أنكم لكم عمل في أوروبا، نعم أريد أن أعرف من الناحية القانونية كيف نعم تعملون هناك؟ في أوروبا، القصد في أوروبا، احنا حاليا في بريطانيا. إذا إلنا صداقة وإلنا مستشارين، ويعني احنا مسجلين رسميا كمؤسسة خيرية بريطانية، ونخدم جميع المهاجرين. احنا هون لنساعد جميع المهاجرين حسب الإمكانية طبعا، وكلما زاد دعم المجتمع والجاليات. وأنا لي 20 سنة في الجمعيات الخيرية، وما شاء الله المجتمع يعني يساهم بالعمل الخيري بشكل رائع وكريم. لكن ميزتها بالدعم أنها هي أول مؤسسة عربية تختص في اللاجئين. في أوروبا عندنا شراكات، عندنا نتواصل مع مؤسسات تختص، أو مثلا مؤسسات نفسية مثلا للعلاج النفسي، نتواصل معهم حتى نقدر نوفر علاج نفسي للمحتاجين. حاليا بدأ الحالات، شوف الحالات الغير عربية تتواصل معنا بشكل أسهل، ولكن المغتربين العرب خاصة ذكرت، هم ثلاث عندهم حرج أو عندهم تردد باللجوء لأي مؤسسة خيرية من حساسية يعني موضوعهم، أو من حساسية مش متعودين على البيئة. للأسف أخونا السوريين بدأوا بيعرفوا شو اللجوء، ولساتهم بدهم مساعدة بتوجهوا إلنا. المهاجرين المغتربين السعوديين أو اللي جايين من دول الخليج صعب يتواصلوا مع مؤسسات أجنبية، ولكن إن شاء الله يعني مع نعم. التوعية، وخاصة قانونيا وبشكل شفاف، إن كان دعم أو تنفيذ مشاريع في أوروبا، خاصة ببريطانيا حاليا تركيزنا أكثر شيء في بريطانيا، إن شاء الله بيكون يعني بيكون باب مفتوح لإلهم. لكن بدي أسأل عن عملية رصد العائلات أو رصد المحتاجين، كيف نعم يتم رصد الأشخاص المعنيين بعملكم؟ خلينا نعم خلينا نوضح. بالنسبة لمساعدة المهاجرين، احنا مؤسسة اللي بتقدم خدمات للناس اللي بتلجأ لها، إلا إذا اصطدمنا بحالة حدا بلغ عنها وإحنا بنتوجه لها الحالة. فهي حاليا عن طريق الإنترنت، عن طريق شراكاتنا مع مؤسسات خيرية ثانية اللي بيتعاملوا معنا ووصلونا لحالات معينة هم ما قدروا يساعدوها وإحنا ممكن نساعدها. والمفاجئ إنه من وقت ما أطلقنا أعمالنا، الإيميلز والطلبات والتواصل مع الحالات اللي انت يعني نوهت عنها تتواصل معنا بشكل دائم، وكثرتها بمجرد انه بجوز لان احنا اول مؤسسة عربية، فاحنا الحالات يا بتوصلنا او عن طريق مؤسسات خيرية ثانية اللي ما قدرت تساعد حالة معينة واحنا فينا نساعدها. نفس الشيء في حالات بتوصلنا ما فينا نساعدها، بنحاول انه نوفر لها مساعدة حتى نطمن عليهم. فهي العملية. ولكن في حالات طارئة بتجينا انه احد وصلنا لحالة معينة، زي الاخت اللي في امريكا وصلتنا هاي الحالة من امبارح المساء واحنا شغالين عليها، الاخت حتى بات بالشارع. وفعلا انا عارفة انه من ناحية قانونية المساعدات كيف توصلها، او شلتر وحدها، انثى وحدها في عالم غريب، هاي بحاجة ضرورية للدعم فوري فوري، انه نوصل، انه نرتب لها طيب سكن انتوا ومعيشة. نعم تعملوا في ملف معين او لدولة معينة، مثلا في الملف السوري، في الملف الفلسطيني فقط، ام لا الباب مفتوح للجميع في النهاية؟ الباب مفتوح للجميع، لجميع المهاجرين والمغتربين. ولكن زي ما حكيت من البداية، كوننا أول مؤسسة عربية تهتم بالمهاجرين فهذا شيء مميز، وهذا بيوفر الراحة للمغتربين العرب إنهم يتواصلوا معنا. وهم بحاجة لمساعدة، بحاجة لمساعدة نفسية، مادية، سكنية، تطوير، لغات، توظيف، حتى إنهم نوصلهم ل النقطة إنهم استقلوا ويفيدوا المجتمع وبيحلموا، عندهم مستقبل، عندهم أحلام زيهم زي غيرهم. طيب ماذا عن أيضا طرق الدعم للمؤسسة؟ عندنا الويب سايت، الموقع تبعنا طرق الدعم،
في عنا هناك لينك ومنرجو من الجميع طبعا بدون الجاليات وبدون كرم المجتمع البريطاني والمجتمع العربي ككل ما فينا نساعد هاي الحالات. فلذلك فيكم تزوروا الموقع، إما تتواصلوا معي عن طريق الإيميل الموجود، ولكن هناك في لينك لجو فند مي وفيهم يتبرعوا مباشر. وجمال التبرع هالأيام طبعا تعرف إنه نحترم الخصوصية وكل شيء بشكل شفاف من ناحية الدعم ومن ناحية تنفيذ المشروع، لأنه إحنا نخضع تحت قوانين التشارتي كوميشن اللي هو المؤسسات الخيرية الرسمي في بريطانيا. طيب بشكل سريع، أنا بعرف أن أنتم بدأتم حديثا، لكن هل من هنالك من فعاليات من مشاريع نظمتوها في الفترة الأخيرة؟ حاليا نتواصل مع الحالات، هذا أهم شيء، لأنه تفاجأت يعني ما كان يعني تفاجأت إنه كأنهم المغتربين العرب تركيزهم أكثر أو تواصلهم معنا أكثر. فهذا شيء جيد إن نعرف إنهم لقيوا باب يتوجهوا إليه أو منصة يتوجهوا إلها بسبب حساسية موضوعهم أو موقعهم. فحاليا الفعاليات اللي نكون فيها التواصل مع هاي الحالات بشكل منفرد ودرس هاي الحالة وتوفير المساعدة بشكل عاجل، إن كانت عاجلة وطارئة أو كانت استشارية من ناحية قانونية ممكن نساعد. كمان أن متطوعين وغير هيك كمان بالنسبة للمعالجة النفسية. بالنسبة للفعاليات إن شاء الله إحنا بعدنا قلنا يا رب، بس انتظروا منا إن شاء الله فعاليات من محاضرات. لا احتمال نعمل كمان يعني محاضرات، مش بس محاضرات، حتى ممكن نعمل تجمع عائلي اللي ندعي فيها المغتربين وغير المغتربين اللي بيحب يتبرع. المغتربين كمان بيحب انه يكون ما يضل لحاله، يشعر انه جزء من مجتمعنا. فهي الفعاليات حتكون منها للتعارف والناس تتعرف على بيت الدعم، ولكن هدفها الرئيسي ان شاء الله هي الفند ريزنج للمشاريع وللحالات اللي تتوجه لبيت الدعم. فمنها حتكون من عشاء، منه حفلات عائلية، وطبعا حتكون وأهمها حنرتب إن شاء الله محاضرات من أطباء اللي يشجعوا ويوجهوا المغتربين، لأنه الحالة المادية تساعد فيها، لكن الحالات النفسية هاي بالعكس هي مهمة جدا، وبيت الدعم بيساهم فيها مع أصدقائنا نعم كذا مؤسسة، وهيحاضروا نعمل محاضرات على كيفية التأقلم أو التوجيهات يعني للمغتربين. فمن المحاضرات للندوات للفعاليات، وطبعا حنكون جزء من يعني شراكة مع جمعيات خيرية ثانية ومن جاليات الموجودين طبعا في بريطانيا. نتمنى لكم التوفيق أستاذة رانيا، الله يسلمك وإن شاء الله بتكونوا دائما سبب لخدمة المهاجرين يا رب. وكل المغتربين العرب. شكرا جزيلا لك رانيا شكرا خطيب، المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الدعم.